بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة للجميع. التسجيل في منصة عدل الثلاثة صعب جدا، مع ذلك هناك طرق بإمكانك الاعتماد عليها، وهي الطرق التي سنستعرضها معكم في هذا الفيديو، فابقوا معنا إلى الأخير. في البداية هناك ثلاث طرق طبعا متشابهة، فروقات بسيطة بين هذه الطرق الثلاث. الطريقة الأولى تعتمد على جهاز كمبيوتر. إذا اعتمدت على جهاز كمبيوتر، ذهبت إلى هذا الرابط الذي يظهر الآن في الصورة، نقرت على هذا الرابط، ستكون النتيجة بهذا الشكل. لن تستطيع الدخول إلى هذه الصفحة، لم أتمكن إليها من الدخول إليها رغم أنني حاولت أكثر من 20 مرة. الطريقة الثانية تتمثل في الهاتف المحمول. إذا لو أنك ذهبت مباشرة إلى جوجل بلاي، حملت تطبيق أو حاولت تحميل تطبيق عدل ثلاثة مباشرة، كتبته في خانة البحث على جوجل بلاي، سوف تكون النتيجة بهذا الشكل. لن تعثر على التطبيق، وبالتالي إذا أردت العثور عليه، كل ما عليك فعله هو العودة إلى هذه الصفحة، إلى هذه الروابط الموجودة في أسفل هذا الفيديو، قم بالنقر عليها، سيتم مباشرة توجيهك إلى هذه الصفحة. قم بتحميل التطبيق الخاص باتصالات الجزائر، بعد ذلك مباشرة سوف تشرع في عملية التسجيل. إذا الآن قمنا بتنزيل التطبيق على جهاز الهاتف المحمول. كل ما علينا فعله الآن بعد نصيب التطبيق فتح التطبيق. إذا بعد أن نفتح التطبيق هناك طريقتين. إذا حين تنقر على التسجيل تظهر أمامك هذه الصورة، هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي مثلا اختيار الولاية، نختار الولاية ولتكن على سبيل المثال أضرار، بعد ذلك نقوم بالنقر على الصورة أو على زر الصورة. إذا سوف الآن يقوم الآن الجهاز بمسح مثلا بطاقة التعريف الوطني، لابد أن تكون بطاقة التعريف الوطني قريبة منك، لابد أيضا أن يكون كذلك بطاقة التأمين الخاصة بك قريبة منك أيضا. إذا بعد النقر على زر، إذا بعد ذلك أدخل رقم الهاتف، بعد ذلك قم بإدخال الرمز الموجود في هذه الصورة، بعد ذلك قم بالنقر هنا على تأكيد. حاولنا كثيرا غير أن الأمر كذلك لم ينجح. الطريقة الثانية هي الإدخال اليدوي لرقم التعريف الوطني الذي يتألف من 18 رقم، إذا لابد أن يتوفر هنا 18 رقم بعد إدخال طبعا الولاية، ثم بعد ذلك إدخال كذلك رقم بطاقة التأمين، رقم بطاقة التأمين، بعد ذلك كذلك قم بإدخال رقم الهاتف. نفسي بالنسبة إلى الصورة أو الكباتشا أو الرمز الذي يظهر في هذه الصورة، قم بإدخاله. إذا كانت الحروف كبيرة اكتبها كبيرة، إذا كانت صغيرة اكتبها صغيرة، إلى غير ذلك. ستحاول كثيرا وكثيرا وكثيرا، ربما تنجح ربما لن تنجح. على العموم ليس هناك إلى حد اللحظة حد لي أو ليس هناك تاريخ نهائي لعملية التسجيل، وبالتالي بإمكانك التوقف قليلا عن المحاولة، أو بإمكانك الصبر إلى أن يخف الضغط على السيرفرات الخاصة بهذه التطبيق أو بهذه المنصة قبل نجاح عملية التسجيل، وإن كان عدد المسجلين مهول هنا ويتجاوز 450 ألف مسجل حسب وزارة السكن اليوم. ساعة ونصف تقريبا من محاولات، يومين من محاولات دون جدوى. إلى هنا يكون الفيديو اليوم قد انتهى. كل الروابط التي تحتاجونها ستجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. إلى هنا يكون الفيديو اليوم قد انتهى. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال رضاكم واستحسانكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.